فوق هذا الركح كرم الخاتمون للقرآن الكريم والفائزون في صفوة الحفاظ ضمن مسابقة الصفوة لجمعية أسرتي لتنمية المجتمع بالمسيلة. الفئة الأولى هي الخاتمين، خاتمي هذا الموسم هذا، وهم 29 خاتما والحمد لله رب العالمين. الفئة الثانية هي فئة صفوة الحفاظ، هم خاتمي العام الماضي والعام الذي قبله. تكريم 29 خاتما وخاتمة جدد بالإضافة إلى تكريم الفائزين في صفوة الحفاظ في طبعاتها الثانية ممن سردوا القرآن الكريم كاملا في يوم واحد وفي الوقت المناسب. مشاركين في صفوة الحفاظ 42 مشاركا، منهم 30 تموا سرد القرآن كاملا في الوقت المناسب، منهم 11 طالبا سردوه بكتاب الله في جمعية أسرتي. يوم 1 جانفي كان يوم الصفوة، حيث استظهرت القرآن كاملا وغيبا في 5 ساعات و57 دقيقة. أتممت تلاوة كتاب الله كاملا في يوم واحد في 9 ساعات. أشكر على هذا الإنجاز حرص كل طاقم الجمعية. دمت في الختمة 4 سنين ونصف. عندما ختمت أحسست بشعور لا يوصف. فجدني العائلة، يعني شعور لا يوصف، شعور يعني مميز جدا. مشاركة في مسابقة صفوة للمرة الثانية، ختمت 60 حزبا في طبعا في مسجد حفصة، ختمت 60 حزبا في 8 ساعات بدون خطأ الحمد لله. هكذا يسقل النشء ويثبت حفظهم للقرآن الكريم بين أحضان جمعية أسرتي، وينال الفائزون الذهب والعمرات في انتظار التفاتة من المحسنين لتعميم تكريم الخاتمين. والعاقبة لكم ولنا جميعا.